وجود لكل لاعب، هذا هو. اليوم فرصه في لقاءات مثل هذه كل لاعب يوري حتى ولو كما قال مزيان انه داري الهدف الاول، الهدف الاول خروج كارثي للحارس جوزيما المنتخب الوطني الجزائري بعد مرور خرج الكوشون. عاودوا نشوفوا هذا كيف كانت كره سهله خرجت باش الملائم. نشوفوا انه فريق جوز الاصفر اليوم تقريبا خلف اللقاء، تعديل النتيجه، تعديل النتيجه بطريقه رائعه جدا من ريكاردو دو خورخي. الكلام اللي كاين او ثلاث مرات يلحق بسهوله. شوفوا كيف بسهوله، شوف كيفاش كانت ممتازه جدا. لا وبعد لما تخلي المهاجم لا خلاص لا تخلي له شوت شوت مراقبه المساحه، شوف المساحات أربعة على العربي السوداني ياردو ممتازة ممتازة ممتازة. شوف هذيك الفتحة الرائعة جدا، الكرة الأولى في وضعية جدا، كرة ممتازة أيضا من إبراهيم. هو اللي قام باللقطة، هو اللي كان في البداية والنهاية، في النهاية فعلا ممتاز. هاي الوضعية وضعية اللاعب هذه صعبة كانت، ايش وضعية التسلل بالعقب ممتازة. ايزاك وجه لوجه التصويبة والهدف الثاني والتعديل. شفنا السهولة التعديل لصالح ايزاك. ريكاردو او ريان يسجل، كابفيردي بهذه الطريقة يسجل هدف التعادل. لا الفريق تاعك دخل، طفارس هو الذي قدم كرة بالعقب مد كرة ممتازة. نشوف كي زاد شوية في السرعة واليوم ما كاش هذه اللمسة الأولى الثانية على ما كاش في كرة القدم. حذري حذري من الخطأ. الهدف الثالث يا سلام، الهدف الثالث والخطأ فادح من شاوشي. في بعض الأحيان شوف هنا كان لازم يعني بعد الكرة وفقط علاش لا شوف مراقبة الكرة كانت سيئة، الكرة الثانية سيئة والنجاح سيخرج بعد لحظات سهل.